الرحمن الرحيم. أولى إعدادي الأعداد العشرية النسبية، تقديم ومقارنة وترتيب. إذن حدنا هاد الأعداد هي اللي تلاحظوا بحالة الشكل، هذه تسمى أعداد عشرية لأن فيها الفاصلة. نسمي هاد نسبية لأننا كأننا نرسم خط وندرجه ونبدأ بالعد بالنسبة للصفر، فهمتي؟ إذن تسمى نسبية. إذن عندنا كما لاحظتينا رتيب تزايد الأعداد العشرية التالية. إذن العدد الأول شكون هو الصغير في هذا؟ الصغير أصغر عدد هنا شنو هو؟ هو 0.1. 0.1 ثم يتبعه واحد ثم 2.1 2.1 3 4 15.2. إذن كما تلاحظ هي الأعداد العشرية هي بحالها بحال الأعداد العادية اللي تنعرفوا من ناحية إلى حيث الفاصلة، غير هو بالنسبة للفاصلة وكأننا عندنا هنا وحدات، فهمتي؟ بحال مثلا نهضروا على وحدات، يعني بحال عندنا كأننا نعد أشياء ياك نعتبرها هي الوحدة. مثال يعني كإضافة باش نفهموا هاد الأعداد العشرية ونقربوا المعنى ديالها، ناخذوا كمثال هاد الرسم اللي درت هنا. فمثلا الا خدينا هذا كاس، الا جمعنا 10 الكيسان تتعطينا باكية، يعني هاد الباكية مكونة من 10 الكيسان. الا جمعنا كل 10 الباكيات ديال الكيسان تتهزم هاد الباكية الكبيرة، مثلا هذه تنجمعوا فيها كريطنات صغار ديال الكيسان. ملي غنجمعوا 10 من هذه مثلا ممكن تمشي لينا في رحلة ديال شي شاحنة غنديروا فيها فوياج، يعني انها دير لينا هاد السلعة اللي فيها 10 الكرتونات، يعني هذه 10 من هاد الكبارات يكفيو لينا مثلا في واحد الشارج يقدر دي شاحنة او سيارة الى اخره. الى خدينا مثلا 9 الكرتونات، هنا 9 الكرتونات تتعني 90 9 الكرتونات من هذه شحال فيها من هذه راه فيها 10 من هذه، تتعني 90 من هاد الكرتونه، وتتعني 900 ديال الكيسان. اذا هذه بحال هذا الشكل. تنجيو للكميه، شحال تتعني لينا بالنسبه للكميه؟ تتعني لنا 0.9 شارجما، يعني هاد الفاصلة تنديروها قدام الوحدة اللي باغي نخدمو حنا. الوحدة واش باغي نهضرو على الشارجما ولا باغي نهضرو على هادي ولا باغي نهضرو على هادي ولا باغي نهضرو على الكاس؟ إلا كنا غنهضرو على الكاس غنقولو 900 كاس ديريكت، ما غتكونش فيها الفاصلة. إلا كنا غنهضرو على هاد الباكية اللي فيها 10 الكيسان غتولي عندنا بحال هاد الشكل. غنجيو نديرو الفاصلة حدنا على حدة، يعني فيها 90 باكية. الا كنا غنهضروا على هذه غنجيو هنا غنديروا الفاصيله هنا، يعني 9 الباكيات الى اخره. تكلمنا مثلا على 6 الباكيات وجوج كراطن ديال الكيسان وثلاثه ديال الكيسان، اذا شحال فيها من هذه؟ اذا تنجيو هنا وتنديروا الفاصيله هنا تتولي عندنا 62، يعني هذه راه فيها 6، شحال راه 6؟ كل وحده فيها 10 من كل كرتونه من هاد الكبارات فيها 10 من هاد الصغارات، إذن راه 60 كرتونة وعندنا جوج، ها هما هي 62، ولكن بقات عندنا الكاس. واش هاد الكاس ما نحسبوش؟ إذن هاد الكاس فاش درنا له فاصلة 0.3 راه بالنسبة لهاد الوحدة اللي خدينا حنا. دابا خدينا الوحدة هنا، داكشي علاش درنا الفاصلة هنا. دابا إلا قالوا لك أودي شحال عندنا من كرتونة كبيرة، إذن واجب أنك تحول الفاصلة هنا، يعني هو ملي سولك على شحال من كرتونة كبيرة، يعني هو راه خدا الوحدة هي هاد الكرتونة الكبيرة، ما خداهاش هي الصغيرة، ولكن إلا قالك شحال من كرتونة صغيرة، إذا هنا راه يعني تيسول على هاد الوحدة، وإلا سولك على شحال من كاس، إذا هنا غنحيدو الفاصلة بالمرة وغنقولو 623 كاس، لأن هنا 6 يعني راه هي راه 600، يعني راه 60 من هذه، وهذي فيها 10 هي 600. وزيدها 3 هي 600 623، عندنا جوج من هذه.
إذا 623 يعني تكلمنا على الكاس. علاش؟ حيت سول هذا السيد اللي عيط لينا وسولنا على شحال من كاس، يعني راه تيسول على الوحدة. هذا هو المبدأ ديال الوحدات والعلاقة ديالو، علاقة ديالو بهذه الأعداد العشورية، يعني فين غنديروا الفاصلة. إذا حنا بصفة عامة مثلا ناخذوا واحد العدد عشوري مثلا 6524 مثلا، ولا درنا الفاصلة هنا، هذا يعني بأن راه 652 شي حاجة، ولكن راه كاين واحد الجزء من هاد الوحدة، يعني ربعة الأجزاء من الوحدة. هاد الأربعة هنا تنسميوها بعد ما تنسميوها أربعة الأجزاء من العشرة. علاش؟ بحال دابا إلا مشينا في المثال ديالنا الأول 652 غتكون مثلا باكية، 652 باكية، إذا هاد الرقم الآخر تساوي 2 باكية. إذا إلا خدينا باكية من هذا فهاد الربعة يعني ربعة الكيسان، يعني ربعة الكيسان مناش من وحدة من هاد الجوج من هاد الباكيات، يعني ربعة من عشرة، ربعة من عشرة الكيسان كاينين هنا. هذه هي المعنى ديال فاصلة أربعة، يعني ربعة الكيسان من عشرة الكيسان ديال الباكية من هاد جوج باكيات، تكون ثلاثة تكون ربعة تكون ستة، المهم تتهمنا هنا الرقم، يعني العدد واحد من هاد المجموعة، واحد من هاد العدد اللي كاين هنا اللي تيمثل لنا هاد العدد اللي كاين. إلا كان هنا 59 يعني تسعة الباكيات هنا، تهمنا هو رقم واحد هنا، إذن هذه ربعة من عشرة، يعني ربعة من عشرة، يشد داك الواحد داك الرقم واحد وقسمه على عشرة، وهذه راه ربعة منه، ربعة الأجزاء منه، يعني إلا شدينا باكية وقسمناها على عشرة غتعطينا كاس، بحكم أننا خدينا باكية في عشرة كيسان، إذن هذا راه ربعة من دوك الأجزاء. كان شي حاجة أخرى تتقسم يعني راه ربعة منها، واخا تكون هي يكونوا مثلا جوج قاطوات هنا، جوج قاطوات وقسمهم على عشرة، هذا راه ربعة الأجزاء منه، ربعة الأجزاء من هذا. وإلا جينا خدينا مثلا اثنان هنا، هذا اثنان إلا خدينا غناخدو جزء من هذا، يعني شدينا هاد القاطو قسمناه على عشرة عطانا ربعة الأجزاء، خدينا منه ربعة الأجزاء، غناخدو جزء من هاد الأربعة الأجزاء ونقسمو على عشرة وناخدو منه جوج هنا. يعني بمعنى آخر هذه اثنان جزء من المئة، من المئة اللي بغينا نرجعو ديما لهاد الوحدة، يعني هذه إلا قسمناها على عشرة وعاوتاني كل جزء قسمناه على عشرة راه غيولي يعني كأننا شدينا هاد الوحدة وقسمناها على مئة وخدينا جوج منها. إما ناخدو جوج الأجزاء من بعد ما نقسمو هاد الجزء هذا اللي هو العشور ديال هاد الواحد وناخدو منو هاد الجوج، وإما تنقولو بأن راه هاد راه اثنان من هاد الرقم واحد قسمناه على مئة وخدينا منو جوج، يعني بحال مادام القضية غادا بالعشرة، داكشي تسموه أعداد عشورية. مثلا غنتكلمو على شي باكية مثلا فيها واحد المجموعة ديال الأشياء، ياك ميمكنناش نجزؤها، إلا جزأناها خدينا منها شي طرف، إذا حنا تندخلو في الفاصلة، فهمتي؟ كرطونة فيها عشرة وخديتي كاس، إذا أنت راه خديتي 0.1 من ديك الكرطونة، فهمتي؟ إلى آخره، يعني راه خديتي جزء صغير، بينما إلا خديتي الكرطونة ككل يعني راه خديتي واحد. إذا حنا ملي تنحدو بهاد الفاصلة يعني تنحدو الوحدات تنعزلو على الأجزاء ديال ديك الوحدات. وبطبيعة الحال ملي تيكون عندك واحد هنا يعني راه واحد من العشرة ديال هاد الوحدة، هذه اللي مورا الفاصلة، يعني راه واحد من عشرة من هاد. والرقم الثاني بحال لنفرض مثلا عندنا 11 0.11، يعني عندنا واحد من عشرة من هاد الوحدة، يعني واحد من عشرة من هاد الوحدة، وهذا واحد من العشرة، واحد من العشور ديال هاد الوحدة، يعني ها العشور هو هذا واحد من داك العشور، فهمت؟ يعني هذا العشور ديال هادي، يعني وهذا بحال بغيت تقول واحد من هاد العشور مقسومة على عشرة، فهمتي؟ يعني واحد من جزء من العشرة من العشور ديال هاد الواحد، يعني وهكذا انت غادي. يعني بمعنى آخر يعني هاد الوحدة اللي نفرض فيها عشرة، ياك؟ هادشي اللي غيكون هنا الحساب باش يجيك 0.1، يعني نفرض مثلا باكية فيها عشرة الكيسان، واحد إلا خدينا 0.1 يعني هاد الواحد اللي هنا تيعني
واحد من دوك العشرة. ولينا فريض بأن عندك 11 صفر صلة 11 أو صفر صلة صفر واحد ياك، هاد الواحد الأخر تاني ماشي هاد اللي تعقباتنا، واحد الأخر اللي غنقدروا نزيدو. إذن هاد الواحد تيعني هذاك الكياس اللي قسمتيه لعشرة، هذاك الطريف هو طريف من دوك العشرة هو هاد الواحد اللي هنا. وهكذا أنت غادي يعني ديما هذاك سميتو هو العشور ديال الرقم اللي حداه، عندك كيفاش؟ غير هو حنا من تنديرو هاد الفصيلة يعني كأننا تنحدو ها الوحدات هاهما والأجزاء ديالهم هاهما، فهمتي؟ فكيما مثلا إلا جينا هنا درنا واحد كرطونة ياك، إذن كرطونة في عشرة كيسان، وإلا درنا زدنا واحد لهاد الجهة غتولي عشرة، يعني أنت دوبلتي ديك الكرطونة عشرة. هنايا داك الجزء تتقسمو على عشرة، داك الجزء هنا هاد الواحد تقسم على عشرة عطي هاد الواحد، وهاد الواحد نقسمو على عشرة تيعطي هاد الواحد، وهاد الواحد اللي قسمنا على عشرة تيعطي هاد الواحد. هنايا هاد الواحد إلا ضربناه في عشرة تيعطي هاد الواحد هنا، وهاد الواحد إلا ضربناه في عشرة تيعطي هاد الواحد، فهمتي كيفاش؟ دابا إلا عندك هنا 1111 وعندك هنا فاصلة 1111 ياك، فهذا تيعني أول حاجة تيعني الوحدات، يعني هذا الوحدات يعني هذا تيعني لنا واحد شي حاجة، يعني واحد باكية مثلا ياك، باكي باكية ديال كيسان أو شي حاجة بحال ياك. إذن هاد الواحد يعني معروف وحدة، فاصلة واحد يعني شدينا هاد الواحد قسمنا على عشرة وجزء منه هو اللي تيمثلو هاد الواحد، شدينا عاوتاني هاد الواحد اللي هو جزء اللي تيمثل العشور ديال هاد الواحد ياك ديال هاد الرقم واحد، قسمناه حتى هو على عشرة تيعطينا جزء منه يعني عشور منه، شدينا هاد الطريف عاوتاني قسمناه على عشرة تيعطينا جزء منه، شدينا هذا عاوتاني قسمنا على عشرة تيعطينا جزء منه إلى آخره. غير هو الأمور من تاع صغار بزاف حنا تنكتفيو تقريبا بجوج أرقام غالبا، هادشي اللي تيكون في الأرقام ياك المتداول أكثر، إلا إلا كانت شي حاجة تتبغي الدقة بطبيعة الحال ممكن تضاف هاد الأرقام ياك. نجيو لهاد الرقم واحد، الضوء العكس ديال هذا، هاد الواحد تنقسمو على عشرة تيعطينا جزء، والجزء هو تنقسمو على عشرة تيعطينا جزء، والجزء نقسمو لا هنا أنا هاد الواحد تنضربو في عشرة تيعطينا هذا، تنضربو في عشرة تيعطينا هذا، تنضربو في عشرة تيعطينا هذا، هذا العكس، هذا القسمة وهنا الضرب. غادي غير نظرة في الأعداد العشورية كيفاش عاملة ياك. الأعداد العشورية النسبية والمحرار، دابا غنشوفو المحرار اللي تيستعملوه الناس ديال الأرصاد الجوية ياك، ومدرجينه وتوفي بطبيعة الحال في تدريجات ياك. كما تلاحظ هنا راه قال لك بأن حد المدن المسجلة عليها هاد الأرقام هنا هي أرقام تتمثل الحرارة ديال النهار، ولكن قال لك راها درجة الليل تتنخفض على درجة النهار بدرجتين، فهمتي ولا لا؟ لاحظت الأرصاد الجوية عن تنبؤاتها بانخفاض درجة الحرارة ببعض المدن أثناء الليل القادمة وذلك بدرجتين، يعني أن درجة الليل غادا تنقص بدرجتين، فهمتي؟ دابا إلا كانت عندنا هنا جوج درجة الليل شحال غتكون في مكناس؟ تكون صفر، تكون صفر، هذه فيها عشرة الرباط بالليل شحال غتكون فيها؟ تكون فيها 8، والدار البيضاء فيها 8 بنهار شحال غتكون فيها بالليل؟ 6، وأزرق فيها واحد بنهار شحال غيكون فيها بالليل؟ ناقص واحد، وميدلت فيها ناقص 3 بنهار شحال غيكون فيها بالليل؟ ناقص 5. نعم. مراكش فيها 12 شحال غيكون بالليل؟ 10. 10، هاد الأرقام اللي قلتي هما اللي ممكن نضيفهم لهاد الجدول اللي كاين هنا ياك. دابا نجيو لهاد المحرار اللي كاين هنا، عطينا كان النهار غتقيد داكشي اللي متسجل تما، وبالليل غتنقص زوج درجات وتحط داكشي هنا. إذن هنا طالب منك وضح موقع درجة حرارة المدن مذكورة خلال النهار على المحرار، عطيني المحرار هو هذا كما تلاحظ، وغنشوفو ديك درجة المدن ياك اللي شفنا قبل يعني بالليل وبالنهار كيفاش نمثلو على المحرار. كما تلاحظ بأن المحرار جاو الوسط ديالو داير الصفر، إذن الأرقام اللي كتر من الصفر راهو ماذا غيكونو الفوق، والأرقام اللي أقل من الصفر راه تحت من الصفر، دابا ديك ناقص 3 ناقص كذا غتكون في هاد البلايص هنا ياك، وهادي التدريجات راه باينة ياك. واحد الخط زمني هنا داير لك واحد المستقيم
دير لك واحد المستقيم هنا كما تلاحظ، دير لك أ فيها ثلاثة غزوة أحد، أ اللي هي صفر هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم ياك، وعاطينك ناقص 120 اللي هي الدي زواج الرسول صلى الله عليه وسلم ياك. إذا قال لك ماذا تمثل الأعداد المكتوبة على المستقيم أعلاه؟ شنو تمثل لنا الأرقام هذو الأعداد المكتوبة شنو تمثل؟ شنو هي تمثل؟ هذه أعداد سالبة. لا شنو تتمثل لنا؟ شنو تتمثل لنا؟ تتمثل لنا فاكهة، تتمثل لنا عدد الأطفال، عدد الأشخاص، شنو تتمثل لنا الأرقام هذه؟ عدد ديال العمر. ديال العام. إيوا شنو هي صفر؟ شنو تتمثل لنا العمر صفرة؟ هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم العمر صفر ولا شنو؟ شنو تتمثل لنا؟ إذا شنو تيمثل؟ إذا كان كيمثل قبل الهجرة. شنو اللي قبل الهجرة؟ قبل ما يهاجر الرسول. إيه شنو اللي قبل ما شنو اللي تتمثلوا هنا بالضبط اللي قبل ما هاجر الرسول؟ قبل ما هاجر الرسول ب 28 عام. إذا شنو هي تتمثل 28؟ 28 شنو تتمثل؟ تتمثل الهجرة. تتمثل السنوات، الأرقام تمثل السنوات بالنسبة للهجرة، الوقيتة اللي هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد. يعني المسلمين قالوا بغينا نبداو نديرو التاريخ ديالنا، فهمتي؟ تاريخ هجري، يحسب بالسنة الهجرية. بقاو تيقولو منين غنبداو؟ واش من الوقيتة اللي تزاد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تصور أن الرسول صلى الله عليه وسلم كون خداو السنة هي اللي تزاد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، واش فهمتي ولا؟ تصور أن الرسول صلى الله عليه وسلم خداو التاريخ ديال الوقيتة اللي تزاد فيها. الوقيتة اللي تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم شحال كان في عمره؟ 25 عام. 25 عام، يعني في هذه اللقطة، في هذه النقطة هذه اللي دايرين فيها وما تناقص 28، كان في عمره 25 عام. يعني خاصنا نرجعوا لهاد الجيه ب 25 عام، واش فهمتي ولا؟ احنا رجعنا لهاد النقطة، لنفرض أنهم انطلقوا من هاد السنة اللي تزاد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، خداوها هي المنطلق، خداوها بمعنى آخر هي الصفر. شحال غيكون الرقم اللي غيديروا جديد هنا؟ شحال غيكون الرقم الجديد اللي غيكون هنا ديال الزواج؟ إذا خداو، إذا الوقيت اللي تزوج هنا كانت عدو 25 عام. إذا نرجعوا رجعوا لهاد الجيه وبداو من الصفر، يعني الولادة، يعني الصفر هنا، يعني هنا الولادة، ياك حنا مثلا عندنا الولادة ياك. إذا شحال غيكون التاريخ هنا؟ غنبداو من الولادة نحسبو واحد جوج ثلاثة إلى آخره، تيوصل للزواج، شحال غتولي عندو هنا؟ غتكون عندو 25 عام. غتولي عندو 25، إذا التاريخ غيتغير. إذا على حساب هاد الأرقام تنوضعوها على حساب المنطلق اللي غنطلقو منه، فهمتي؟ داكشي سماوه نسبية. إذا هنا عندنا هاد الرقم اللي خداو ناقص 28 على حساب الهجرة، وهذه كون خداو هما كما كانوا المسلمين تيتشاوروا بيناتهم على حساب المنطلق ديال التاريخ اللي غيديرو، ياك؟ إذا وحدين قالوا بغينا نديرو البداية هي الولادة ديالو، الوقيتة اللي تولد فيها هي اللي ناخدوها هي الصفر، ومن بعد من نبداو نحسبو. لو أنهم خداو هاد الولادة ديالو هي الصفر، فكانت تكون هاد ناقص 28 غتكون هي 25، فهمت ولا؟ لكن هما خداو المنطلق من بعد الولادة، بمعنى آخر يعني هاد الحدث اللي غيوقع قبل من هاد المنطلق اللي خداو هما هنا اللي هي الهجرة، يعني اللي اتفقوا عليه المسلمين، إذا بطبيعة الحال غيكون سالب، ياك ولا لا؟ غتولي ناقص 28، يعني بمعنى آخر يعني الرسول صلى الله عليه وسلم راه تزوج بحال هاد العام وداز 28 عام عاد كانت الهجرة، ياك؟ يعني كانت عندو الهجرة بعد الزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، ياك؟ 28 عام، يعني عنده شنو؟
عنده تزوج في 25 عام، شحال بقى له على 40؟ بقى له 5 سنين تزوج، بقى له 15 ودوز 13 عام، دوز 13 عام في قريش عاد هاجر. شحال؟ ها؟ جات 53 عام. هاو 15 و13 شحال؟ 28. هي هذه ناقص 120، يعني يدوز 15 عام هنا زائد 13 عام عاد هاجر ياك؟ من بعد الهجرة، من بعد الهجرة كانت غزوة أحد في 3 سنين ياك، 3 سنين من بعد. إذن هذا تمثيل مثلا لهذ الأرقام على واحد الخط زمني، وكما شتي يعني راه ممكن هاد الأرقام ياخذوا يتغيروا على حساب المنطلق اللي غناخذوا. بحال دابا في هذا المثال اللي عطاوك هنا، أن عطاو هو اللي أصلا واخذ المسلمين بالنسبة باش بداو السنوات الهجرية، يعني باش بداو العد ديال السنوات الهجرية ياك، تأريخ بالسنة الهجرية. إذن فبطبيعة الحال خداو المنطلق هو الهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، بطبيعة الحال غتكون هي الصفر، وغيكون هاد الأرقام اللي عندنا هنا. ولكن لنفرض أن لو أن المسلمين خداو مثلا الوقيتة اللي نزلت عليه الرسالة عاوتاني، كانت حاجة أخرى عاوتاني نزلت عليه في 40 عام ياك، 40 عام هو هاجر، دوز 13 عام عاد هاجر. إذن غتكون عنده منطلق هنا الصفر هنا، فهمتي؟ وغتكون هاد الهجرة غتكون هي 13، ما غتكون الصفر، وهذه غتكون 16، فهمتي؟ إلى آخره، والأرقام الأخرين هما غيتغيروا. بالنسبة لهاد السؤال الآخر، ماذا تمثل الأعداد المكتوبة على المستقيم؟ على قلنا هي بأن تمثل السنوات الهجرية ياك، أو التاريخ الهجري. مثل على نفس المستقيم الأحداث التالية، وذلك باستعمال النقاط والأعداد المناسبة. أولا قال لك غزوة أحد السنة الثالثة بعد الهجرة، هذا راه دايرين هما النيت ياك، غزوة أحد السنة الثالثة بعد الهجرة ياك. كاين بي غزوة بدر السنة الثانية بعد الهجرة، إذا فين غتكون غزوة بدر؟ تكون قبل غزوة أحد، غتكون هنا، غتكون هنا ياك. يعني تقسم هذا على 3 مرات تاخذ هاد النقطه الاخرى ياك. المهم كاين دي زواج الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني 28 قبل الهجره، هي ديك اللي مثلنا اف نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم سنه 13 قبل الهجره ياك، يعني 13 قبل الهجره، فين غتكون سنه 13 قبل الهجره؟ قبل من الهجره بشي 13 سنه ياك. غنقسموا هاد هاد المستقيم بحيث تجينا هنا 28، وناخذو ديك الشريطة اللي فيها 13 ياك. إذن هنا عندنا وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم السنة 11 بعد الهجرة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم دوز 11 عام بعد الهجرة وتوفيك. إذن فغا تكون عندنا مازال هنا، يعني غنقسم عاوتاني بنفس، يعني تكون عندنا 3، وبنفس التدريجات غنديرو يعني الوفاة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم في التدريجة، في التدريجة، في التدريجة 11 ياك. غنديروا الوفاة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم في التدريجة 11. بالنسبة لأي حدث نؤرخ لهذه الأحداث، بالنسبة لأي حدث نؤرخ لهذه الأحداث، قالك بالنسبة لأي حدث نؤرخ لهذه الأحداث. هاد الأحداث اللي تكلمنا عليها هنا بالنسبة لهاش تنأرخوا ليها، تنعطيوها هاد الأرقام، تنلحقوا نعطيوها هاد الأرقام بالنسبة لهاش، بالنسبة للمستقيم هي هاد الاحداث. و تيتكلم لك على الاحداث، راه هادو عرفتي شنو هما الاحداث ولا شنو؟ الاحداث هما الوقائع اللي وقعوا، غزوه احد، غزوه بدر، زوال الرسول، نزول الوحي الى وفاه الرسول الى اخره. بالنسبه لاش لحقنا ورقمنا اللي بدينا نعطيو هاد الارقام 28 كذا، بالنسبه لاش ناقص 28 ناقص 3 زائد 3 13 11، بالنسبه لاش لحقنا وبدينا نحط لك ارقام مع الله ولا شنو؟ لا. اذا بالنسبه لاش بالنسبة للعمر ديال الرسول، ها يعني الرسول صلى الله عليه وسلم شنو الوقت اللي تزاد بدينا نحسبوا ليه ولا شنو؟ لا. اشنو هي قلتي بالنسبة من الهجرة، من الهجرة يدير بالنسبة لحادث الهجرة، هذا هو اللي خضيناه الصفر، وكل خطوة غزوة أحد هي الصفر، واش غتبقى هذه صفر؟ لا. لنفرض بأن خضينا غزوة أحد هي الصفر، قال لك سيدي غنبداو نرخو من غزوة أحد، إذا هاد الهجرة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم تاخذ ديال الرقم هنا تكون ناقص 3، فهمتي ولا لا؟ إذا الحساب فين رجعنا؟ إذا هنايا غتقول
شنو هو نؤرخ لهذه الاحداث بالنسبه لي لهجره الرسول صلى الله عليه وسلم. بماذا نحدد حدثا ما على مستقيم التاريخ؟ قال لك بماذا نحدد حدثا ما على مستقيم التاريخ؟ قال لك باش تنحدد واحد الحدث على مستقيم التاريخ. اذا الحدث نحدده بارقام، ياك الارقام اللي تنوضعوا على المستقيم، ياك تتعطينا تمثيل ديال داك، ياك تتحدد لنا داك الحدث. كيف نكتب العدد الممثل للاحداث التي سبقت اصل او انطلاق التاريخ؟ نكتبوها كيف نكتب العدد الممثل للاحداث؟ كنكتبوها اما بالاعداد، اما سالبه او موجبه، ياك الاعداد التي سبقت اصل او انطلاق التاريخ كيفاش تكون؟ تتكون سالبه، حيت سبقات داك الحدث اللي حنا نأرخو بالنسبه ليه، فهمتي ولا؟ بحال دابا انا اختاروا الهجره ديال الرسول صلى الله عليه وسلم والاحداث اللي سبقاته، حيت الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج قبل ما يهاجر، قبل ما تنزل عليه حتى الرساله، فهمتي؟ يعني هذا راه سبقات الحدث، اذا بطبيعه الحال غنعطيوها اشاره سالبه، ياك؟ كيف نكتب العدد الممثل للاحداث التي سبقت الى اخره؟ هنا عندك رتب هذه الاعداد، رتب هذه الاحداث انطلاقا من ترتيب الاعداد الممثله لها على المحور. يعني بطبيعه الحال ملي غتبغي ترتبها راه كتجي الاولى الثانيه كذا وتبدا غادي، فهمتي؟ يعني انطلاقا من المحور غتبدا من الاول وتبدا غادي، يعني من الاول حتى الاخر. عطينك هنا يتحرك حلزون دائما في نفس الاتجاه على مستقيم مائل الى الاعلى كما هو في الشكل، ياك؟ ها واحد الحلزون طالع في هذا المستقيم هذا. قال لك يتحرك هذا الحلزون بالنهار فقط بينما ينام في الليل، يعني بالنهار تيمشي وبالليل تينعس. في النهار يصعد مترا واحدا، ملي تيكون طالع تيطلع مترو، هذا هو جهده في النهار، ياك؟ وبالليل وفي الليل وهو نائم ينزلق بمترين الى الاسفل، هي ما دار والو، ها؟ عمر ما يطلع الفوق. لا هو دابا تزيد مترو وبالليل ترجع بجوج مترو، بحال دابا هو من هنا لهنا كاين مترو، بالليل شحال غينزل؟ غيزيد بجوج مترو. اذا شحال غادير شحال غيمشي له بالليل؟ غيمشي له مترو، غيمشي له مترو مشاريا، ياك؟ اذا عندك انقل ثم اتمم الجدول التالي الى اخره. عندك اليوم الاول ها هو طلع مترو نزل بجوج مترو، شحال مشالو؟ مشالو مترو، مشالو مترو. لكن غنجيو الانطلاقه اللي داروهما، فهمتي؟ هذه اللي قلت لك انا في الاول راه من حيث المبدا، من حيث انه انطلق من الصفر، ولكن هما راه ما دايرلكش بانه انطلق من الصفر، الحمد لله. راه قال لك اليوم الاول زيدناه بواحد جوج مترو، شتي ولا لا؟ الانطلاق انطلق على جوج مترو، يعني عليناه جوج مترو. اللي عليه؟ ما علينا فريض اليوم، المهم عليتي ولا هو كان تما، المهم عنده جوج مترو، قضية الانطلاقة ديالو. التحرك شحال غيتحرك؟ غيتحرك مترو في النهار، ياك؟ إذا ملي يطلع بمترو هو عنده جوج مترو غيزيد مترو أخر، شحال غيوليو؟ إذا ما غتجي الليلة الأولى إلا وغتكون عنده ثلاثة مترو، ملي غتكون عنده ثلاثة مترو غيرجع بالليل جوج مترو، شحال شحال غيولي باقي زيد؟ شحال غيولي طالع؟ شحال غيبقى معلي؟ قام عليه 3 متر. هو هاد المربعات اللي عندنا، هاد الخطوط نعتبرهم هما المتروات، ياك؟ هما علاو 2 متر، ها هو حطوه هنا، ياك؟ حطوه هنا. هذا اليوم الاول، اليوم الاول عنده 2 متر، اذا غيزيد هو متر من عنده، غيزيد يكمل متر. اذا الحلزون فين غيوصل؟ غيوصل هنا. ملي غيوصل هنا شحال غيولي عالي على الارض؟ عالي على الارض 3 متر. 3 متر هي هاد الثلاثه اللي عندهم هنا. دابا غيجي الليل غينعس هو هنا، ملي غينعس غيهبط بجوج مترو غيوصل هنا. اذا شحال بقى معلي على الارض؟ بقى معلي على الارض مترو، مترو هي اللي دايرينها لك هنايا، هاهي شتيها؟ اذا هبط بجوج مترو، ها هو بقات عندو مترو، غادي يزيد يطلع مترو، ياك؟ ملي غيوصل هو هنا غيزيد يطلع مترو، هذا هو جهدو، حيت هو تيزيد بنهار بمترو. ملي غيزيد مترو شحال غيولي في الليله الثانيه؟ ما غتجي الليله الثانيه شحال غتولي عندو؟ تولي عندو هاهو 2 متر، غتولي عندو 2 متر، هي اللي دايرينها لك هنايا، شتيها؟ ملي غتولي عندو 2 متر غينعس غيهبط بجوج متر، ملي هبط بجوج متر شحال غيولي؟ غيولي صفر، غيولي صفر، ياك؟ حيت في الارض، ياك؟ ملي غتولي عندو صفر هي هادي هي دايرينها لك هنا. ملي غتولي عندو صفر
ملي غيفيق مع الصباح غيلقالو في الارض غيزيد مترو، غيطلع مترو شحال ملي غيتوصل ليلة، ملي غتوصل ليلة شحال غتكون عندو ديك الساعة؟ شحال غتولي عندو؟ هيبط هما اللي غتوصل ليل. دابا راه فاق مع الصباح لقى راسو زيرو، غادي يطلع على دابا راه خدام حتى تيوصل الليل، ملي غيوصل الليل شحال غيكون طلع على الارض؟ يكون طلع على الارض مترو، مترو هي اللي غيحط هنايا، غتحط مترو هنا، ملي غتحط مترو هنا بالليل غيهبط بجوج مترو شحال غيولي؟ اضرب الزيرو. المهم هما دايرين لك احنا باش ما نديروش حنا الارض هنا، لان فريد مثلا عطاوك الزيرو ولكن الارض مازال مازال هابطه، حاطه شي حاجه تحت الارض. هاد الخطر اللي ناقص عندي غنديرو مثلا بحال اكينه حفرانه هو غيهبط فيها مثلا، ياك ما عندنا غرض، هما داكشي اللي بغا يمثلو لك باش نشوف في داكشي اللي غاديين فيهم، ياك. اذا عندك هو وصل سميتو صفر، طلع مترو غتجي لهنايا غيلقى راسو مترو، غيلقى راسو ملي توصل الليله باقي الله غيبدا الليل، غيلقى راسو طلع مترو غينعس غيهبط بجوج مترو، شحال غتولي عندو هنا؟ ناقص ثلاثه. ها عندو ناقص اثنان، انت طلع بواحد، ها واحد عندو هنا، عندو واحد هنا نقص هبط بجوج مترو، راه هنا راه معلي بواحد، راه معلي بمترو هنا. اذا شحال غيولي عندو هنا؟ هبط بجوج مترو، مترو. ها مترو، ها انت ها هو راه كنطلع هنا، طلع ملي وصل وصل الليل غادي يزلق بجوج مترو، شحال غيولي؟ غيولي ناقص واحد. هو ناقص واحد راه هي اللي غدير هنا، فهمتي؟ إذا غتولي عندو هنا واحد هبط بجوج مترو، هنا ناقص واحد، ناقص واحد غيطلع بواحد صفر، غيولي في الصفر، يلاه في الصفر، غيهبط بجوج مترو، شحال غتولي عندو؟ ناقص اثنان، ناقص اثنان غيطلع بواحد، ناقص واحد، ناقص واحد غيهبط بجوج مترو، ها بلاتي، ناقص واحد، ناقص واحد اللي غنقيدو هنا، هي غيهبط بجوج مترو. ناقص ثلاثة، ناقص ثلاثة، فهمتي؟ اللي عاملين لك هنايا شتي جوج زائد واحد هي ثلاثة، ثلاثة حطينا هنا، ثلاثة ناقص ناقص جوج هي واحد، واحد حطينا هنا، واحد زائد واحد جوج، ياك؟ جوج حطينا هنا، جوج ناقص جوج صفر، ياك؟ صفر حطينا هنا، صفر زائد واحد واحد، واحد حطينا هنا، واحد ناقص جوج ناقص واحد. ناقص واحد ناقص واحد زائد واحد صفر، صفر حطينا صفر ناقص جوج ناقص اثنان، ناقص اثنان ناقص اثنان حطينا هنا زائد واحد ناقص واحد، ناقص واحد حطينا ناقص واحد ناقص اثنان ناقص ثلاثة، ناقص ثلاثة. قيل هاد الحالة الزول كون عطا راسو لتحت وقيل كون طلع مزيان الفوق، ها لكن ما غاديش تجرو الجاذبية باش يطلع. الأعداد العشورية مثل ناقص واحد ناقص اثنان وناقص واحد فاصلة فاصلة خمسة وخمسة فاصلة خمسة وصفر وستة، تسمى أعداد عشورية نسبية لأن قيمها تحدد بالنسبة للعدد صفر. الأعداد العشورية النسبية التي تكبر الصفر تسمى أعدادا عشورية نسبية موجبة، وتكتب إما بإضافة إشارة زائد إلى يسارها وإما بدون هذه الإشارة، يعني إذا حيدنا الإشارة يعني تبان بأنها موجبة. الأعداد العشرية النسبية التي تصغر الصفر تسمى أعدادا عشرية نسبية سالبة، وتكتب بإضافة الإشارة ناقص إلى يسارها ضروري، هذه لما يعني لما كانش هذه الإشارة يعني غنعتبرها موجبة، أما الصفر فيعتبر موجبا وسالبا في نفس الوقت. بالنسبة للمقارنة ديال الأعداد العشرية هذه راه معروفة، ياك؟ يعني إلا كان يعني تنقارنوا على حساب داكشي اللي شفنا في ذاك المحور اللي كنا شفنا قبل قليل، يعني هذا ياك مثلا ماشي لحقاش، مثلا كانت عندنا هنا ناقص 28 وكانت عندنا مثلا هنا 3، ماشي لحقاش هذا عدد كبير راه تنعتبره اكبر من هذا، لا ها اللي صغير هذا راه حيت هو جا اصغر، فهمتي؟ يعني جا لتحت انت غادي طالع، دابا انت بحال شفنا دابا ديال الحاله زون هذا هبط مثلا 3 متر، يعني غتولي عندو ناقص 3 على الارض، ياك؟ بينما هذا في الاعلى مثلا عندو غير واحد، ياك؟ يعني هذا اللي كبر، ياك؟ كبر من ناقص واحد. تلا خدينا مثال ناقص واحد ناقص اثنان او 14، بحال دابا عندنا ناقص واحد راه كبر من ناقص اثنان، بينما 14 راه كبر من خمسه، هذه معروفه عندنا، يعني معروفه في الاعداد الموجبه. اللي خاص بنادم يرد عليه هو ان هذيك في الاعداد السالبه تكون الامور عكسيه، فهمتي؟ والاعداد الموجبه ديما اكبر من الاعداد السالبه، فهمتي؟ الاعداد الموجبه بصفه عامه،
يعني بحال دابا الا خديتي الصفر هنا، الصفر اكبر من ناقص اثنان، فهمتي؟ يعني انت مثلا تيتسالوك جوج ديال تيتسالوك مثلا جوج ديال الدولارات، ياك جوج دولارات او جوج درهم، انت مثلا تيتسالوك جوج درهم، واحد تيتسالو غير درهم، شكون اللي شكون اللي كبر؟ شكون اللي كبر من الاخر؟ درهم. داك تيتسالو درهم ماشي اللي بحال اللي تيتسالو جوج درهم، فهمتي؟ يعني داك مازال يطلق خاصو، يعني هو خاصو يصرف دوك جوج درهم، عادي يرجع عادي يولي التعادل، عادي يولي ما يتسالو ما يتسال حد ما يسال واحد، فهمتي؟ بينما هذا راه خاصو يخلص غير درهم مثلا، ياك ولا لا؟ مثلا واحد ما عندوش صفر، ماشي بحال واحد تيتسالو جوج، اذا الصفر احسن من، يعني الصفر كبر من، ياك؟ يعني هذاك راه يعني بحال غتمشي منه، يعني غتمشي منه شي حاجه، غتمشي منه جوج ديال الدراهم، فهمتي ولا لا؟ دابا عندنا 14، هذه معروفه بالنسبه ل هذه مثال، 7 كبر من 4 وناقص 1، هي بحال اللي شفنا دابا، هي ناقص، يعني عندنا صفر كبر من ناقص 1، يعني على حساب داك المحور، ديما ديك الاعداد اللي على اليمين راه كبر من الاعداد اللي على اليسار، يعني اللي سالبه، الاعداد الموجبه اكبر من الاعداد السالبه، الرمز هذا يعني اصغر او من او يساوي، هذه معروفه ياك، هذه اكبر او يساوي، هذه اصغر من او يساوي، مثلا عندنا هذه 0.1 وعندنا 0.01، طيب هذه الحاله هذه 0.1 راه اكبر من هذه، علاش؟ لان هذه كما شرحت لك في الاول، هذا جزء من العشور ديال هذا الواحد، فهمتي؟ هذا جزء من العشور ديال هذا الواحد اللي هو صحيح، بينما هذا شنو هو؟ هذا راه العشور ديال هذا الواحد اللي تتشوف هنا، الحمد لله. واش فهمتي الفرق بيناتهم؟ يعني قد ما تزيد هذا الجي، قد ما تيكون ذاك الرقم هو العشور ديال ذاك اللي على اليسار ديالو، ياك؟ هذا العشور ديال العدد صحيح، هو حطينا 0.01، بعدا بين عندنا كرطونه ديال الكيسان فيها 10 وخذينا كاس، إذا بالنسبة لبغي نقيدو على الكرطونه، بغينا نديرو على الكيسان راه غنديرو واحد كاس، ولكن لبغي نقيدو الكرطونه شحال، يعني مشى العشور ديالها، العشور ديالها هو 0.01، أما هذه 0.01 فلنفرض بأن ذاك الكاس ممكن يتجزأ تا هو ويتقسم على 10، فهذاك العشور ديال الكاس هو هذا 0.01، بطبيعة الحال هذه راه أكبر من هذه، ياك؟ بالنسبة لهذه، إلا خطينا ناقص 0.1 وناقص 1، فبطبيعة الحال فكيما في الموجب إلا عيدنا هذا الموجب غنلقاو واحد كبر من 0.1، وإلا درنا السالب الأمور تتقلب عكسيا، لأنها كتتمشي في اتجاه السالب، تتمشي للجهة الأخرى. الجهة العكسية. بحال دابا الناس تيتقدموا لهذا الجهة غادي في اتجاه الموجب، وأنت رجعتي، فهمتينا؟ أنت تخلفتي اللور كاع مرة، يعني تخلفتي متر، فهمتي كيفاش؟ فرض مثلا هذيك الأعداد الموجبة هي بحال واحد السهم، ياك؟ عندنا هنا الصفر. انت نقولوا موجبي، يعني احنا غادي في واحد الاتجاه ايجابي، يعني تتمشي كان عندك الهدف لهاد الجهه، اذا انت مثلا وصلتي لواحد، واحد اخر باقي في ناقص اثنان، يعني عادي يوصل، عادي يوصل التعادل، عاد خاصو يزيد يكمل هاد الواحد، يعني انت راك سابقو بزاف، اذا هاد العدد راه اكبر من هذا. اللي قلنا دابا اذا كان لدينا عددان نسبيان، اذا كان لدينا عددان نسبيان إشارتهما مختلفتان، فإن أكبرهما هو العدد الموجب. بطبيعة الحال ديما فيكون عندك جوج الأعداد، واحد سالب واحد موجب، ديما العدد الموجب هو اللي كبر، فإذا كان صفر كبر من ناقص ثلاثة فما بالك بواحد، يعني واحد راه باين أكبر من واحد، كبر من ناقص ثلاثة، ياك؟ هنا إذا كان لدينا عددان نسبيان موجبان فإن أكبرهما هو الأبعاد عن النقطة، عن نقطة الصفر، ياك؟ إذا كان لدينا عددين نسبيين موجبان، يعني عدد موجبة بطبيعة الحال هذه راه معروفة، الأعداد اللي تنعرفو عدد عادة، يعني أبعد واحد على نقطة الصفر هو الكبير، يعني هذه 5 راه أكبر من 3 وأكبر من 2.1 أكبر من، وهذه 2.1 راه أكبر من 1، 3 أكبر من 2.1 إلى آخره، ياك؟ مقارنة عددين نسبيين سالبين، إذا كان لدينا عددان نسبيين سالبان فإن أصغرهما هو الأبعد عن نقطة الصفر، ياك؟ هنا يعني العكس، بالنسبة للعدد السالبة الأصغر هو اللي بعيد على نقطة الصفر، يعني إلا خدينا لهاد الجهة مثلا، يعني الصفر الناس غادي لهاد الجهة وأنت راك رجعتي بزاف تأخرتي، فهمتي؟ إذا أبعد نقطة هو الصغير، اللي قرب هنا راه قريب، راه غادي في اتجاه، فهمتي؟ راه غادي قرب للاتجاه الصحيح، فهمتي؟ يعني قريب يوصل الصفر ويولي في الأعداد الموجبة،
طبيعة الحال هذا هو الكبير. هذا ملي خدينا ناقص 10 مع ناقص 20، ناقص 10 أكبر من ناقص 20، ياك؟ التمارين هذه رتبتها لنا قوسيا الأعداد العشرية النسبية التالية. عندك ناقص 0.5 ناقص 1 1.5 ناقص 1.5 ناقص 3.5 وعندك 2. إلا بغينا نرتبهم تناقصيا، تناقصيا شنو معنيتها؟ يعني غنبداو من تناقصيا شنو المعنى ديالها؟ غنبداو ب من اللي قريب الصفر. منش غنبداو؟ من تيكون عندنا الترتيب تناقصي شنو اللي غنبداو به؟ نبداو من الكبير الصغير. نبداو من الكبير، شنو اللي كبير هنا؟ كبير هو الاثنين. هو اثنان، من بعد منها شنو غيجي؟ يجي 1.5. 1.5 شكون بعد منها؟ يجي 0.5. فين صفر؟ فين 0.5؟ غاي ناقص 0.5. من بعد منها شنو؟ بعد منا 1.5. هاي واحد ناقص واحد، من بعد منا 1.5 وناقص 1.5 ناقص 1.5. السالب خاصك تذكر ناقص، يعني متى تشوف الإشارة ضروري تزيد، إلا ما زدتيش ناقص يعني راه موجب، فهمتي؟ إذا ناقص 1.5 ناقص 3.5 ناقص 3.5 ياك. عندنا هنا إلى أتمين في دفتري كامل أخانة الهرم علما أن عدد كل خانة، يعني بحال دابا عندك هذا هو الهرم، يعني علما بأن عدد ديال كل خانة، مثلا نفرض هذه شنو هو؟ قال لك هو أكبر عددي الخانتين اللتين تحملانها. دابا هذه الخانة هو أكبر ديال هاد جوج عددين اللي تحت منها، بحال دابا هنا هاياك قال لك هو أكبر عددي الخانتين اللتين تحملانها. يعني نفرض مثلا هذه بحال دابا هاد الخانة شنو غتكون هنا؟ غنبداو بها هي الأولى، الخانة اللي هنا شنو غتكون؟ كاين عندك 6 و7 ناقص 7، شكون اللي كبير في هاد الجوج؟ 6 هي اللي غدير هنا، فهمتي؟ ملي غتجي 6 ملي غتجي 6 6 ناقص 4 شنو غتولي؟ شكون اللي غتولي كبيرة فيهم هنا؟ 6 هي اللي غدير هنا، فهمتي؟ إذا ملي غتولي عندك هنا هنايا شنو غنديرو؟ شنو غيكون هنا عاوتاني؟ شنو غتكون هنا؟ راه باينه غتكون 6 سنة. هنا عندنا ناقص 7 شنو غتكون هنايا؟ 7 ناقص 7 ناقص 7 راه باينه ناقص 7 هي اللي كبر من ناقص 10 هي اللي تحطات هنا، فهمتي؟ وهكذا وغتكمل. دامت الحرب البونيقية 120 سنة وانتهت 145 قبل ميلاد المسيح. في أي سنة ابتدأت الحرب البونيقية بالنسبة لميلاد المسيح؟ يعني الحرب البونيقية تتعرف بأنها دارت بين الفينيقيين والرومان، ياك؟ دامت 120 سنة وانتهت 145 قبل الميلاد، يعني قبل ميلاد المسيح عليه السلام. في أي سنة ابتدأت الحرب البونيقية؟ إمتى بدأت؟ ندير 145 زائد 120. إذا نو نديرو ليها شنو غنزيدو ليها؟ نديرو ليها ناقص. ناقص 120 ناقص 120 زائد 145. تجي 265. أييه. إذا اعتبرنا أن أعلى قمة في جبل ويبلان ترتفع عن سطح البحر ب 3190 متر، ياك؟ فما هو أفصول نقطة توجد في مستوى سطح البحر على مستقيم مدرج أصله هو أعلى قمة في جبل بويبلان؟ إذن شحال غيكون الأفصول على سطح البحر؟ شحال غيكون؟ واش فهمتي ولا فهمتيش؟ فإلا خدينا جبل بويبلان، ياك؟ وغادي نمثلو دابا عندو هو سطح البحر هو هذا، ياك؟ ولكن العلو ديالو شحال؟ 3190، ياك؟ إذا العلو ديالو 3190، هذا غناخدو هو الصفر. إذا سطح البحر شحال غيكون؟ شحال غنعطيو في الرقم ديالو إلا كان هذا هو الصفر؟ ناقص 3190. ناقص 3190 هذا هو الأفصول اللي ممكن نعطيو لسطح البحر، ياك؟ كاين واحد الأسئلة. إذا كان عددا سالبا غير منعدم، ياك؟ شنو هي غير منعدم؟ ماشي عدد سالب، ماشي صفر. منعدم هي صفر، غير منعدم يعني ماشي صفر. إذا كان عددا سالبا غير منعدم فإن ناقص
شنو غيكون السالب ولا موجب؟ غيكون سالب. اذا كان عددا شنو؟ عددا سالب. هو هكا بهذا الشكل ديالو هو عدد سالب. فان ناقص اق شنو غيكون؟ سالب ولا موجب؟ موجب، لان ناقص ناقص هي موجب، فهمتي؟ هو اصلا راه سالب، يعني راه فيه ديك ناقص ما بيناش مثلا، ياك هما عطاولك بهذا الشكل مثلا عدد، هو ضروري في الارقام ضروري دير ناقص، ياك، ولكن هما عطاوك هاد اق هك بحال خباولك ديك ناقص، اذا هو راه كاينه فيه ناقص، فهمتي؟ اذا زدتي هاد ناقص 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 راه ديما تتعطي عدد موجب. عندك هنا ناقص 3.1، يوجد بين العددين ناقص 3.1، واش بينات ناقص 3 وناقص 2، ولا بين ناقص 3 وناقص 4، ولا بين ناقص 1 وناقص 2؟ فين موجود هذا العدد هذا؟ ناقص 3.1 بين ناقص 3 وناقص 4. بين ناقص 3 وناقص 4، لان كاين ناقص 3 ناقص 4 وجايين جايين 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 حتى لعند ناقص 3، اذا هذه عندنا ناقص 3.1، يعني قبل منا عندنا العدد 0.25 يساوي 25 على 100، ياك؟ اولا 2.5 على 100، ولا 25 زائد 1 على 100، شنو يساوي لنا هاد 0.25؟ 25 على 100. 25 على 100. عندك هنا على المستقيم مدرج اق الى اخره، افصل اق هو 0.5، افصل ب هو 0.75 كما تلاحظنا، ولا افصل ا هو ناقص 1 افصل ب هو 1.5، ولا افصل ا هو ناقص 0.5 وافصل ب هو 3. لاحظنا افصل ا او افصل ب، شنو غيكون افصل ا وشنو افصل ب؟ افصل ا غيكون ناقص 1. ها شوف من هنا كاين 1، اش غيكون هنا؟ غيكون 0.5. إشارة ناقص 0.5، وقد تقول إشارة، إذا شناهي؟ ناقص 0.5 وأفصل بشحال؟ يكون زائد 0.5 زائد 0 زائد 1.5. زائد شحال؟ زائد 1.5. 1.5 يعني هو هاديك. فين هي؟ هاديك. وهادي؟ هادي راها أ، هادي بي. من أ شحال؟ راه ناقص 0.5، وبي شحال؟ 1.5. يعني هادي اللي صحيحة وهادي اللي صحيحة، ماشي هادو جوج، ماشي بالضرورة تاخذهم بجوج، فهمتي؟ يعني عندك هادي مع هادي. أي المتفاوتات هي الصحيحة؟ واش ناقص 7 كبار من ناقص 7؟ ناقص 99 أصغر من ناقص 98، ولا 4 أصغر من ناقص 5؟ شكون اللي صحيح؟ ناقص 99 كبر من ناقص 98. تمام. عندنا هنا العدد الأكبر من بين ناقص يعني 2.5 ناقص 5 1 وناقص 1.2، ياك؟ العدد الأكبر من بيناتهم، واش هو ناقص 1.2 ناقص 5 ولا ناقص 2.5؟ شكون الكبير في هذا؟ ناقص 1.2. ناقص 1.2، لأن الأعداد كلها سالبة، وبالتالي غناخدو فيهم الصغير، الرقم ديالو الصغير. الأقرب الصغير. يعني العدد الصغير هو الرقم الصغير هو اللي تمثل أكبر عدد بالنسبة للأعداد السالبة. بين العددين ناقص 2.5 وناقص 2.4. ياك لا يوجد اي عدد عشري، يعني بين العددين هاد الجوج يوجد 10 اعداد عشريه، يوجد عدد لا يحصى من الاعداد العشريه. بين العددين ناقص 2.5 وناقص 2.4، ياك بينات هاد جوج اعداد كما تلاحظ راه مقاربين، ياك ناقص 2.4 ناقص 2.5 بيناتهم 0.1، ياك. إذا واش ما كاين حتى شي عدد عشوري بيناتهم، ولا يوجد 10 أعداد عشورية، ولا يوجد عدد لا يحصى من الأعداد العشورية،
واش كاين عجز ما كاين حتى عدد عشوري، كاين 10 الاعداد، كاين اعداد لا تحصى بين هاد الجوج. يوجد عدد لا يحصى. ها؟ يوجد عدد لا يحصى. أعطيني شي مثال مثلا. 2.2 = 4. ناقص 2.41. زيد. ناقص 2.42. إيه. ولا نديرو كاع -2.410. اه يعني غتمشي غدا تزيد الارقام هنا. اذا يوجد عدد لا يحصى، يعني كاين اللي غايقول ان كاين غير 10 وغيبدا يكتفي بالارقام مثلا. ياك هنا عندنا اكس عدد صحيح نسبي، اكس عدد صحيح نسبي ماشي عشوري. ياك عندنا اكس محصور بين -3 و3، يمكن ان يأخذ العدد إكس. قالك إكس ممكن يأخذ 6 القيام، 7 القيام، ولا 5 القيام. شحال يقدر يأخذ القيمة؟ يعني أرقام، ولكن أرقام يكون صحيحة نسبية. شد لي فيها الفاصلة. إذا شنو يقدر يأخذ؟ أول رقم يقدر يأخذ شنو؟ يأخذ 0. 0 أو 1. واحد. هجوج. وجوج. هتلاتة. تلاتة. جوج. ها؟ ثلاثة الأرقام. هم مش حد يلك 6، 7، 5 زعما ما غلطوا ولا شنو؟ عندك ناقص 3 ل 3. شحال ياخذ مرة إكس مرة؟ ياخذ -2. -2 هاج واحد. -1. هجوج. صفر. هتلاتة. واحد. أربعة. جوج. خمسة. خمسة. إذن غياخد 5 القيام. ما تنساش خاصك ما تفكر، مش هتلحق وتتجاوب مرة الأولى. إكس صحيح، إكس عدد صحيح نسبي. عندنا ناقص إكس محصور بين -2 و2، يمكن أن يأخذ العدد إكس. شنو يقدر ياخد؟ شحال؟ 5 قيام، 4 القيام، 3 القيام. ياخد ربعة. ياخد ربعة. ياك شنو هما؟ كاين ناقص ثلاثة. ياخد ثلاثة ناقص واحد. ناقص واحد وصفر وواحد. من بين الأعداد التالية عندك 4.4، 0، -6، -2.4، 6، -5. يوجد ثلاثة أعداد سلبية، يعني ثلاثة أعداد سالبة. كاينة. ها؟ أربعة أعداد سالبة، 5 أعداد سالبة. كاينة ثلاثة. فين هما؟ واحد. جوج. ثلاثة. ثلاثة والصفر؟ لا. اها الصفر هو العدد السالب، هو سالب مع الموجب ومع السالب. اذا انت هو تقدر تزيد، هو الصفر تقدر تزيده. اي رقمين اضع مكان النقاط النقطة لتكون المتفاوتة صحيحة؟ اي رقمين اضع مكان النقطة لتكون المتفاوتة صحيحة؟ عندنا هنا هذه كبر من هذه، اذا غندير واحد الرقم هنا وتكون المتفاوتة صحيحة، وإلا فهاد مسألة خطأ. علاش؟ لأن ناقص 2.3 ماشي أصغر من، هي أكبر من ناقص 2.38. إذا شنو خصنا نديرو هنا؟ خصنا نديرو 9. شحال؟ نديرو 7. نديرو 7 باش تكون هذه الصغيرة. شنو نديرو هنا؟ ندير 9. 9 باش تبعد، حيت الاعداد السالبه خصك دير اكبر. عندك حل واحد، والا بقى مورا 9 كاين الربعه 40. انا ما غادي نمكنلكش تغير هذا، فهمتي؟ اذا الحل الوحيد اللي عندك هنا هو تزيد 9.